إله إلا الله، سبحان الله العلي العظيم، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. حشية عظيمة شرق الدرب. الله أمطار غزيرة الآن على الكدرة في محافظة الدرب. ما شاء الله تبارك الله، أمطار الدرب اليوم 21 من أغسطس 2022. وادي رملان عقب الأمطار التي هطلت اليوم الأحد 21 من أغسطس 2022. Gracias.